هنا فين اصلا الكاميرا بتاعتك؟ هنا
طيب كاميرتك كاميرتك هنا بقى بتعمل أزمة ليه؟ Thank you.
لو سمحت لو سمحت يا جماعه. بصي كل الافلام كانت مهمه بالنسبه لي. Gracias.
هلا الفيلم مسلسل رمضان عشر حلقات يعني. بس احنا انا قبل ما تيجي أمي طلبت منها تدريب.
ماما راح امشي على السجاده الحمراء تعيني ما اجي تكسر رجلي واقع قدام الملايين. اي حاجه هنكتب فجاه اي حاجه
كتير بقى. لو عندي قوة خارقة أفك التهنيجة دي. يوم بايزة كنت فاكر الفنانين هو مهنج النهارده. لا 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 جيب لك قهوه بقى ولا حاجه. تامين حياه استاذه بقى لسه يعني الطبق الجاي هيبقى ايه، بس احنا بنتكلم شايفه ان في كتير، شايفه لو رد عليكي كتير كده، فكري ان الشاشه
سنة. وانا شفت الفستان قبل بس ما توقعت انه يفتح حسين ليلى هالدرجة. لا 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 جسم لبيس كمان. ممكن الشكر ولا لا يعني. اكيد انا لبس اليوم مصمم الليله العالميه دجاج بيضاء. حلو كيف الجميع بالكارت هي شرب ايش في انا بعت لك كتير قوي. لك بعت الرندا استاذه من شلبه يا حسين. Love you.
هدول للقنوات السبيشال، للقنوات الاخباريه اكيد بتلاقوا كل هاي الاخبار حتى على اليوتيوب. احنا انترتين شو بدك في عجبوني والله. مكان هاي الناس اللي ده خبر يكون عموله لأول مرة، وأنا بقدر صدق لأنه النهاردة عندنا مقابلة.